أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من عين على مصر. في حلقة هذا الأسبوع، البنوك الحكومية تفاجئ الجميع وتصدر شهادات ادخار بعائد يبلغ 12.5%، والبنك المركزي يتعهد بضخ 4 مليارات دولار لحل مشاكل الاستثمار الصناعي، وتحالف من صناديق الاستثمار الدولية يستحوذ على حصة أغلبية في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية. ولكن كالعادة دعونا نبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذا الأسبوع. في خطوة وصفها مصرفيون بالمفاجئة، البنك المركزي المصري يرفع سعر الجنيه مقابل الدولار بواقع 20 قرشا للبنوك، ليصل السعر إلى 7.73 جنيه. المركزي المصري يعلن ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي بنسبة 1.23% في أكتوبر الماضي مقابل 9.7% في سبتمبر الماضي. وزير البترول المصري يتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنسبة 14.3% في نهاية العام المالي الجاري، مع بدء العمل في عدة مشروعات جديدة لتصل إلى 8 مليارات دولار. البنك التجاري الدولي مصر يزيد رأس ماله المصدر والمدفوع زيادة نقدية بنحو 68 مليون جنيه موزعة على 6,800,000 سهم، وكان البنك قد أعلن عن ارتفاع أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 37%. أهلا بكم من جديد. استيقظ القطاع المصرفي في مصر في بداية هذا الأسبوع على قرار مفاجئ من البنوك الحكومية بإصدار شهادات ادخار بعائد مرتفع يبلغ 12.5%، وهو القرار الذي يرى البعض أنه سيدعم العملة المحلية وسيحد من عمليات الدولارة، كما أنه قد يعطي عدة إشارات على السياسة النقدية التي سينتهجها محافظ البنك المركزي الجديد. في خطوة وصفت بأنها جريئة ومفاجئة، جاء إعلان 3 بنوك حكومية هي البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة عن طرح شهادات ادخار بعائد يبلغ 12.5% ولمدة 3 سنوات، وهو العائد الأعلى في السوق المصرفية المصرية بعد عائد شهادات استثمار قناة السويس، والذي بلغ 12% ولمدة 5 سنوات. خطوة تأتي قبل نحو أسبوعين من تولي محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر مهام منصبه، ويرى فيها الكثيرون مؤشرا على السياسة النقدية التي سينتهجها المحافظ الجديد، بل ومؤشرا على عزم المحافظ الجديد خفض قيمة الجنيه. في شوية سسبنس كده حوالين الـ 12.5%، بس لو جينا فكرنا طب ايه الهدف من حاجة زي كده، هنلاقي ان بمنتهى البساطة طبعا ده ممكن يكون تمهيد لعملية ديفالويشن او تخفيض للجنيه او تعويم او ينزله شوية بس يبقى لسه مانجد، ففي الاخر احنا رايحين في الاتجاه ده واضح من هذه الحركة. رفع الفائدة على شهادات الادخار يحمل برأي البعض اهدافا واضحة، من بينها تحقيق الاستقرار في سوق النقد الاجنبي الذي يواجه ازمة بسبب تراجع موارد العملة الصعبة، كما أنه قد يساهم في الحد من اقتناء الدولار طالما وصلت الفائدة على الجنيه إلى 12.5%. لازم أشوف هدفي إيه؟ هدفي إيه النهاردة؟ هدفي النهاردة أن أنا أعمل استقرار في سوق النقد الأجنبي أو يعني في سوق العملة الأجنبية. هدفي أن أنا أزيد من المعروض، وهدفي أن أنا استبدل حالة الدولاريزيشن او الدولارة بدي دولاريزيشن، بحيث ان انا ارجع التوازن ده مرة تانية في السوق. اعتقد هذه الخطوة الى حد كبير بتحقق هذا الامر. اما الوجه الاخر للقرار فيحمل مخاوف من ان يؤثر رفع سعر الفائدة على معدلات الاستثمار خاصة في البورصة المصرية، وان يسحب جزءا من السيولة في السوق، بل ويعزو البعض بشكل جزئي تراجع البورصة منذ بداية الاسبوع الى قرار رفع سعر الفائدة. يمكن اعتقد احنا ده كانت احد الاسباب اللي بان تاثيرها شويه يمكن على البورصه، يمكن في خلال يومين، طبعا مش هو السبب الوحيد ولكنه احد اسباب عديده خلال اليومين اللي فاتوا، لان طبعا انا لما برفع سعر الفايده فانا زي ما قلت لحضرتك بعلي تكلفه الاقتراض على الشركات، وفي نفس الوقت في التقييمات بتاعتنا كلنا هنرفع اللي شويه بنسميه معدل الخصم، سعر الخصم اللي احنا بنخصم بيه اللي هو التدفقات النقديه المستقبليه، فبالتالي هيعمل ضغط شويه على اسعار الاسهم. كما يؤكد البعض ان القرار يزيد من تكلفة القروض الحكومية، خاصة وأن الحكومة هي أكبر مقترض من البنوك المحلية، حيث وصل إجمالي الدين المحلي وفقا للإحصاءات الرسمية إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.
أعلن رئيس اتحاد الصناعات المصري محمد السويري أن البنك المركزي اتخذ خطوات جادة لحل أزمة نقص الدولار بالنسبة للقطاع الصناعي، بعد أن ضخ المركزي خلال الأسبوعين الماضيين نحو 1,800,000,000 دولار لتلبية طلبات الاستيراد المعطلة. وأضاف السويري خلال لقاء مع CNBC عربية بأن البنك المركزي تعهد بضخ 4 مليارات دولار أخرى خلال الأسبوعين المقبلين لسداد المديونيات المتأخرة على المستوردين المصريين. المشكلة تقريبا اتحلت، احنا افرجنا عن كل الرسائل اللي كانت محتجزة او واقفة بسبب عدم توفير العملة، البنك المركزي وفرها بالكامل، ما بقاش اقول بالكامل يعني، بس يعني كل اللي تم عرضه تم توفيره، فالحمد لله تكدس البواخر في المواني، تكدس البضائع في المواني، ندرة البضائع في الاسواق المصرية تقريبا اتحلت، لانه في اسعار نزلت فورا فور الافراج عنها، فدي عملت انفراج المصانع، انفراجة للبضائع وتواجدها في الأسواق لخفض أسعارها بالنسبة للمستهلك. ضخ قد إيه تقريبا؟ ضخ حوالي 1,800,000,000 دولار في خلال الأسبوعين اللي فاتوا، وإن شاء الله في تنسيق دلوقتي لضخ 4 مليار دولار في خلال الأيام القادمة أو ممكن نقول الأسبوعين القادمين لسداد المدينيات المتأخرة على العملاء المصريين، عشان ما نحملهمش بأعباء أكتر والمصانع تشتغل في جو اقتصادي أكتر. في تنسيق مع المحافظ الجديد بشأن الإجراءات اللي فرضت على عمليات الإيداع وبالتالي أثرت على القطاع الصناعي؟ لا، إحنا تنسيق تقريبا يومي، بس بالنسبة للإجراءات ده حق أصيل له، هو بيكلم عليها طبعا مع المسؤولين عنده في البنك أو في البنوك الأخرى، لكن هو وعد بأن السوق تبقى في حالة يسر مع بعض الضوابط اللي اتكلمنا عليها ان شاء الله لتنظيم عمليه الاستيراد. عندنا برضو الاستيراد فيه عمليه عشوائيه جامده، في نقدر نقول في تهريب للاسف جامد، تهرب جمركي وغيره، احنا بننظم العمليه دي ان شاء الله، لانه بكل امانه الدوله عندنا اراده سياسيه قويه جدا جدا للاصلاح، والاصلاح ده عايز اراده من حديد، وهي موجوده، ففتح نفسنا ان احنا نغير بقى، نغير اسلوب تداول الجمارك والضرائب، تداول السلع، وضع اشتراطات زي قانون سلامه الغذاء اللي بدا ان شاء الله يتحرك، موضوع التراخيص صدر زي ما قلت يمكن الحضرات صدر قرار من مجلس الوزراء بانشاء لجنه لتيسير عمليه التراخيص، الاستعانه بمكاتب استشاريه لاصدار التراخيص، ودي احب برضه اوصلها رساله تفاؤل، دي كانت مشكله بتؤرق جميع المستثمرين سواء محلي او اجنبي، ان شاء الله تبقى تتيسر للجميع. مهندس، يعني أنت أعلنتها صراحة، أنت ضد منع الاستيراد، يعني ربما تقنين الاستيراد، وبالتأكيد سمعت خلال الفترة الأخيرة وقف استيراد السلع الاستفزازية، زيادة الجمارك على بعض السلع، هل لديكم رؤية للحد من عمليات الاستيراد؟ الرؤية لحد من عمليات الاستيراد أنه بنستخدم السلع الاسترشادية في الاستيراد، ما ينفعش حضرتك تجيب لي سلعة بخمس تمنها أو عشر تمنها يدفع جمرك مخالف وضريبة مبيعات مخالف، لا يدفع الحق ويجي نفس الصناعه المصريه، انا عايز الصناعه المصريه تبقى في حاله منافسه عشان تطور من نفسها دايما، ما احطهاش كده في حضانه واقول لها عيشي ونفسي، الحضانه يبقى انا قافل عليها، يبقى انا كده بدور الصناعه المصريه، لا، الاستيراد مفتوح، الاستيراد مقنن ومنظم، بيدفع جماركه المطلوبه، بيدفع ضريبته المطلوبه، بيجيب سلع بطبق عليها اختبارات الامان عشان اضمن ان المستهلك ما يتعرضش لعمليه النصب انه بيستخدم سلعه سيئه ويقعد يدفع. في الحاله دي انا جاهز للمنافسه تماما وما عنديش اي مشكله من اي دوله، وبقول لحضرتك من اي دوله، اغلب الصناعات المصريه قادره على المنافسه في جو سليم ومنتظم. اتخذت حادثة تحطم الطائرة الروسية منحا جديدا بعد أن قررت عدة دول تعليق رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ بسبب التسريبات التي خرجت، ورجحت أن يكون عملا إرهابيا هو السبب في تحطم الطائرة، رغم تأكيد رئيس لجنة التحقيقات بأن المعلومات الحالية لا تشير إلى سبب واضح لتحطم الطائرة الروسية، غير أن كل هذه الأمور تؤكد أن القطاع السياحي دخل في أزمة جديدة. لا دليل حتى الآن على أسباب تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء. هذه الكلمات التي خلص إليها أول إعلان رسمي من مصر عن نتائج التحقيقات الجارية بشأن أسباب تحطم الطائرة الروسية، تلك الطائرة التي تحطمت بعد أقل من 24 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة التحقيقات أكدت أن كل الاحتمالات واردة، وأن ما تم التوصل إليه من معلومات بعد تفريغ محتوى أحد الصندوقين الأسودين
الصين لا تسمح بتحديد سبب تحطم الطائرة. كل السيناريوهات مطروحة، ما فيش حاجة مش مطروحة. أباب بما قد يكون ليثيوم باتريز مع أمتعة الركاب، قد يكون انفجار في تانك وقود، قد يكون فتيج في جسم الطيارة، قد يكون انفجار حاجة. أنا كل السيناريوهات مطروحة، لا أستثني أي سيناريو. وإحنا لحد هذه اللحظة لم نبدأ في استنتاج شيء، بل على العكس إحنا لم نتمكن حتى هذه اللحظة من جمع جميع المعلومات التي سوف تستخدم لاحقا في التحليل. وفيما ينتظر العالم أجمع ما ستسفر عنه التحقيقات، إلا أن استباق بريطانيا لنتائج هذه التحقيقات وإعلانها بأن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمالية أن يكون عمل إرهابي وراء تحطم الطائرة الروسية كان كافيا بأن يدفع العديد من الدول الأوروبية إضافة إلى روسيا لتعليق رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ. فمجرد اقتران كلمة إرهاب بكلمة طيران بات ينذر بكارثة يتعرض لها القطاع السياحي الذي يحاول بالكاد أن يستعيد عافيته، خاصة وأن شرم الشيخ هي المدينة الأكثر أمنا والأكثر جذبا للسائحين على مدى 5 سنوات عجاف مضت منذ اندلاع ثورة يناير. السياحة في شرم الشيخ وفي الغردقة هي بتعتمد في المقام على الموسم الشتوي، يعني ده انت داخل على الكريسماس، داخل على احتفالات رأس السنة، يعني ده ذروة الموسم السياحي في مصر. عندما تأتي الشركات في خطوة استباقية للتحقيقات ودون الوصول إلى نتائج واقعية أو حقيقية حتى الآن، فأنا رأيي إن هو يعني قرار سياسي أكثر من أنه قرار احترازي أو أمني كما يدعون في هذه المسألة. وإذا كانت مصر تسعى لجذب نحو 10 ملايين سائح هذا العام وتحقيق إيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار، فإن هذه الأرقام أصبحت على المحك، أخذا في الاعتبار بأن السياحة الشاطئية والتي يتربع على عرشها مدينتي شرم الشيخ والغردقة تمثل نحو 80% من إجمالي الحركة السياحية إلى مصر، وأن السائحين الروس وحدهم يمثلون 30% من إجمالي أعداد السائحين الزائرين لمصر. نذهب الآن إلى فاصل المشاهدين، وبعده عقود التأجير التمويلي تنمو بنسبة 191% منذ بداية العام، تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل هذه الحلقة من عين على مصر. أعلنت مجموعة من صناديق الاستثمار الدولية من بينها صندوق الاستثمار المصري الأمريكي وصندوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار التابع للمجموعة المالية هيرمس، أعلنوا عن استحواذهم على حصة أغلبية في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، وهي الصفقة التي بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار. وفي لقاء مع CNBC عربية أكد الرئيس التنفيذي لشركة فوري أشرف صبري أن المستثمرين الجدد تعهدوا بضخ استثمارات في الشركة لزيادة أنشطتها وتوسعاتها الداخلية والخارجية. حجم الصفقة 100 مليون دولار، وتم تقييمها على 15 مضاعف للأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد اللي هو بنقول عليه EBITDA في عالم المال، وده كان تقييم لما يقارن بالتقييمات المقارنة سواء في دول في المنطقة أو خارج المنطقة يعتبر تقييم عالي، لأن النورم بتاع السوق كان حوالي 13 مضاعف، وده يدل على النجاح بتاع الشركة اللي جذب المستثمرين. الحاجة التانية اللي كانت مهمة إن هو زي ما نقول البروفايل بتاع المساهم، الطبيعة بتاعة المساهم، فكلها صناديق استثمار لها أبعاد تنموية، عمل استثمارات في أفريقيا، واحد منهم عامل في 35 دولة أفريقية، التاني بيتكلم على الشام وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، والتالت متخصص في الاستثمارات في مصر، فكلها طبيعة ليها فوكس على المنطقة. وعمر الصناديق، ودي حاجة مهمة جدا، ان هما صناديق طبيعتها الاستثمار طويل الأجل، فاحنا بنتكلم على صناديق العمر بتاعها حوالي 10 سنوات، فده بيدينا فرصة ان احنا نعمل برامج تنموية على مدى طويل، ما نبقاش تحت ضغط ان احنا نعمل حاجات سريعة بس، وبيدينا فرصة تانية ان الصناديق دي كلها عندها راس مال جامد جدا يخلينا نقدر ده سؤالي التالي، نضخ استثمارات إضافية إذا احتاج الأمر للتوسع سواء في الداخل أو في الخارج. هل في خطة فعلا لزيادة رأس مال الشركة وضخ استثمارات جديدة للتوسع والانتشار الجغرافي سواء داخل مصر أو خارجها؟ في 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 أقدر أقول التزام من الصناديق، في التزام من الصناديق بضخ مزيد من الاستثمارات
عند الحاجه للتوسع في مشروعات ثانيه. ما فيش ارقام محدده؟ ما فيش ارقام محدده، لان الارقام لازم تبقى محدده بمشاريع محدده، انما في مناطق كتير او حاجات كتيره بنبحث في الاستثمار فيها. اول لما بتكتمل عندنا كوميتمنت، جزء من الاجريمنت اللي بينه وبين الناس ان هم هيضخوا مزيدا من الايه؟ من الاستثمارات، لان هو هدفه في الاخر تنميه. هدفه في الاخر ان هو ينمي حجم الايه؟ الاعمال ومعاه فلوس، فده شغلته. مجلس الإدارة الحالي يستمر بتشكيلاته الحالية ولا يتغير مجلس الإدارة بعد إتمام عملية الاستحواذ؟ لا، اتغير مجلس الإدارة بدخول مستثمرين جدد، إنما الناس اللي هي باقية زي الإدارة التنفيذية للشركة، زي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سيف قطري، زي مؤسسة التمويل الدولية موجودين، ويزيد عليهم ممثلين للملاك الجدد. وإحنا عندنا برضو التشكيل بتاع مجلس الإدارة حاجة مهمة إحنا هنتكلم عليها، إن هو تشكيل اللي هو بنتبع فيه الحوكمة اللي موجود. فبقى عندنا ممثلين المستثمرين، ممثلين الإدارة، وممثلين مستقلين. وفي نسبة ما زالت محتفظ بها مجلس الإدارة 8% تقريبا؟ عندنا 10%، الإدارة محتفظة ب 10% مساهمة فعلية، مساهمة مادية جوه الايه؟ جوه الشركة. وده الإيمان الإدارة ان ده يعني غير ان هو استثمار جيد لنا كأشخاص، انما احنا بنحس ان احنا بنملك الشركة كطبيعة شغل، علاقة مع الشركة. طيب خلينا أسأل حضرتك، يعني فوري نشأت منذ حوالي 5 سنوات ونجحت بشكل كبير في السوق المصري، لماذا فكرة التخارج الآن لبعض المستثمرين ودخول مستثمرين جدد خاصة مستثمرين أجانب؟ لأن احنا طبيعة المستثمرين اللي معانا ما هماش مستثمرين استراتيجيين. يعني حضرتك في حاجة بيسموها المستثمر الاستراتيجي، اللي هو ده مجال شغله، يعني مجال شغله المدفوعات الإلكترونية، فهو بيقعد عشان يستمر. انما لما يكون هناك مستثمر مالي دايما عنده فتره بعديها عايز ياخد الاستثمار ده ويحطه في حاجه تانية او في مشاريع تانية، او هو شايف عنده رؤيه ايه مختلف، وده شيء طبيعي، ولا الا ما يبقاش في ناس داخله طول النهار وناس خارجه ايه طول النهار. فعلى الرغم من ان فوري عمرها في تقديم الخدمات حوالي 5 سنوات، انما طول الاستثمار بتاع الناس حوالي 7 سنوات. شهدت مصر خلال هذا الأسبوع انعقاد مؤتمر التأجير التمويلي، وهو المؤتمر الذي ألقى الضوء على فرص النمو في هذا القطاع في ظل ما تم إعلانه عن نمو عقود التأجير التمويلي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر بنسبة وصلت إلى 191%، وفي ظل ما يؤكده الكثيرون بأن هذا القطاع يشهد فرص نمو واستثمار كبيرة خلال الفترة القادمة. في وقت تعاني معظم القطاعات الاقتصادية من أزمة نقص تمويل خاصة الدولارية منها، تتجه الأنظار إلى سوق التأجير التمويلية والذي يشهد معدلات نمو متزايدة، حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر بنسبة 191% في الفترة من بداية العام وحتى سبتمبر الماضي، لتصل إلى نحو 14 مليار جنيه مقارنة بنحو 4,900,000,000 جنيه عن نفس الفترة من 2014، وهو ما سلط عليه مؤتمر التأجير التمويلي طريق جديد للاستثمار الضوء باعتباره أحد آليات التمويل غير المصرفية. شركات التأجير التمويلي في رأيي الشخصي بيكون عندها مرونة أكبر في التعامل مع العميل وفي تنفيذ التعاملات مقارنة بالبنوك. لما بتكون البنوك هي اللي بتملك الشركة وهي اللي بتقدم لها التمويل بتاعها، بتعمل الحقيقة نوع من التمازج التمويلي والتنفيذي اللي بيصل الى درجه بيمكن شركات التاجير التمويلي من انها تؤدي دور اكبر. في ترند تاني بنشجعه ونتمنى ان الحكومه تتبناه، وهو تاسيس شركات قبضه قوميه بتستخدم اليه التاجير التمويلي لخدمه كافه القطاعات من خلال الشركات التابعه ليها، لانه امتثالا بدول زي الكويت، زي ماليزيا، زي تركيا. وبالتزامن مع استهداف الحكومة المصرية لتحقيق معدل نمو 5% في العام المالي الحالي ورفعه إلى 7% بحلول عام 2018، ستتجه الحكومة إلى إصدار تعديلات على قانون التأجير التمويلي العام المقبل وتوفير الأدوات التي تدعم الشركات العاملة في السوق لجذب شرائح جديدة من المستثمرين. حريصين على أنه دعمه وتطوير أداء الشركات،
وغالبا في 2016 هنعدل قانون التأجير التمويلي اللي هو صدر سنة 95 يعني من 20 سنة عشان يعني نأخذ في الحسبان التطورات الكبيرة اللي حصلت في العالم. يذكر أن عدد شركات التأجير التمويلية الفاعلة في مصر تفوق 25 شركة من إجمالي 200 شركة مرخصة، فيما يعد القطاع العقاري صاحب النصيب الأكبر من حجم الطلب على التأجير التمويلية بنسبة 40% من حجم القطاع. شركة المجموعة المالية هرمس للتأجير التمويلي هي إحدى الشركات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية ودخلت بقوة قطاع التأجير التمويلي. التقينا على هامش المؤتمر برئيس مجلس إدارة هذه الشركة السيد وائل زيادة، والذي أكد أن الشركة تطمح لاقتناص حصة كبيرة من سوق التأجير التمويلي في مصر. انت عارف النهارده احنا عندنا اكتر من نشاط، نشاط البنوك الاستثمار، نشاط البنوك من البنك اللي احنا نمتلكه في لبنان، ونشاط الغير بنكي، ولكن في قطاع التمويل يمكن اكتر حاجه جذبتنا كانت التأجير التمويلي لسببين رئيسيين. السبب الاول ان احنا شفنا في نمو هيبقى في الفتره الجايه غير عادي في هذا القطاع. السبب الثاني ان احنا عندنا قاعده عريضه جدا من اكبر شركات ورجال الاعمال اللي احنا بنتعامل معاهم على مدار ال 25 سنه اللي فاتت، ويمكن ديت هي كانت النواه اللي احنا كنا جاهزين ان احنا ننطلق من خلالها ونأسس هذه الشركه. لقينا بفضل الاثنين دول ان احنا طبعا ممكن نقدر نقتحم هذا المجال وبشكل وفي فتره زمنيه قصيره اقل من نص سنه قدرنا ان احنا ننشئ هذه الشركه ونصل الى ترتيبات متقدمه جدا من اكبر 10 شركات النهارده موجودين في هذا المجال بدايه من الربع الثاني اللي احنا دخلنا فيه. راس المال المدفوع النهارده لهذه الشركه 100 مليون جنيه. حجم العمليات اللي احنا قمنا بيها تقل قليلا عن 300 مليون جنيه، وده في فترة زمنية أقل من شهر ونص من بدء التشغيل، وأعتقد إن شاء الله إن احنا هنكون في المرتبة الأولى في أقل من سنة. كان في مفاوضات مع عدد من البنوك للحصول على تسهيلات لهذه الشركة، إلى أين وصلت؟ الحقيقة نحن النهاردة التسهيلات تكفينا، تكفي النشاط، التسهيلات الموجودة عندنا تكفي النشاط لأكثر من السنة القادمة. خدتوا من 3 بنوك وزودنا النهاردة، أعتقد أن احنا وصلنا إلى 6 بنوك وفي تفاهمات حاليا مع أكثر من هذا العدد. طيب الحصة السوقية اللي بتستهدفوها من سوق التأجير التمويلي؟ احنا إن شاء الله نبقى رقم واحد بس مش دلوقتي. متوقعين ده في غضون قد ايه تقريبا؟ يعني احنا بنأمل ان احنا في خلال سنة ان شاء الله نكون رقم واحد. طبعا رقم واحد مش من حيث الاصول، لان في شركات شغالة بقالها في هذا المجال اكتر من 10 سنين، فطبعا انا مش هاجي اختصر 10 سنين في سنة، ولكن من قيمة التعاملات في السوق ان شاء الله هنبقى رقم واحد في خلال 12 شهر. شايفين ان القواعد المنظمة لسوق التأجير التمويلي في مصر كافية ولا محتاجين الى قواعد وتشريعات تعزز النشاط في هذا السوق؟ والله القواعد إلى حد كبير كافية، يمكن يوجد بعض القواعد ولكن مش خاصة بشكل مباشر في التأجير التمويلي هي هتعزز هذا. يمكن ان احنا النهارده نبتدي الاوبريتنج، احنا النهارده شغالين السوق كله الكابيتال ليس او الفاينانشال ليس او التأجير التمويلي الرأس مالي، ان احنا نبتدي نتحرك تجاه الاوبريتنج ليس، اعتقد دوت هيكون ليه اثر ايجابي وبالاخص في التعامل مع الشركات المالتي ناشونالز. في محاولة لزيادة الصادرات المصرية التي تراجعت بشكل كبير منذ بداية العام، عقدت في مصر خلال هذا الأسبوع فعاليات ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية، وهو الملتقى الذي استعرض خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع من أجل التصدير، كما ألقى أيضا الضوء على فرص تنمية قطاع اللوجستيات باعتباره أحد أهم القطاعات التي تساعد في تنشيط حركة التجارة. كثيرة هي الخطوات التي يتعين على مصر قطعها لتكون مركزا إقليميا للتصنيع من أجل التصدير، ويأتي في القلب منها تنمية قطاع اللوجستيات، والتي بدأت أولى خطواته بمشروع ازدواج قناة السويس خدمة لحركة التجارة العالمية، إضافة إلى مشروع الربط بين الموانئ البحرية والمراكز اللوجستية بشبكة نقل متعددة الوسائط، وهو ما ركز عليه ملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجستية، والذي أكدت خلاله الحكومة على تهيئة البيئة اللازمة لزيادة الصادرات المصرية. النهاردة احنا عندنا اتفاقيات تجارة حرة كبيرة مع دول عديدة في العالم. محور قناة السويس زائد قناة السويس هيتعمل فيها مراكز لوجستية كبيرة قوي.
العقبة الوحيدة النهاردة في أفريقيا إن إحنا نقدر نزود صادراتنا إن مفيش لوجيستكس كافية إن إحنا نوصل كل حاجة للبلاد اللي إحنا عايزينها. فاللوجيستكس عبارة عن الشرايين بتاعت التصدير. احنا دلوقتي بنعمل خطة علشان يكون في كل محافظة تقريبا منطقة لوجستية، منطقة تقوم بعمليات التجميع وعمليات الفرز وعمليات التوزيع. ايضا هذا الامر لابد ان يرتبط بالنقل، والنقل متعدد الوسائط، بمعنى ان يكون مرتبط بالنقل البري والنقل النهري والنقل السككي السكة الحديد، ومرتبط بالمواني ايضا. ده بيجي متوافق مع خلق طاقات تخزينية جبارة. وإذا كانت الخدمات اللوجستية التي تعكف مصر لتنفيذها يشريان التجارة، إلا أنها تواجه تحديات عدة، أهمها رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق، إضافة إلى الترويج للاستثمار في مصر بمناخ تشريعي واستثماري يساعد على جذب رؤوس الأموال. المناخ الجديد للاستثمار في مصر المتمثل بالقيادة السياسية، بالتشريعات الجديدة، بالتحريك عجلة الإدارة في كل هذه العوامل، وفي المشاريع العملاقة المطروحة وفي مشاريع أخرى، كل هذه تشكل عوامل جذب كبيرة للمستثمر. ونحن نلاحظ بأن معظم المجموعات الاستثمارية العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص تولي اهتمام كبير للاستثمار في مصر. وتشير الأرقام الرسمية إلى تراجع معدل الصادرات المصرية نحو 19% منذ بداية العام، في وقت تسعى فيه مصر لفتح أسواق جديدة خاصة في القارة الإفريقية التي يزيد عدد مستهلكيها عن 1.6 مليار نسمة. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين على مصر، إلى أن نراكم في حلقة قادمة في أمان الله.